عليهم، فاتوا عليهم قالوا لهم انتوا نص ساعه بتتركوا، قالوا لهم ان احنا مبسوطين فيكم، احنا من اللجان الشعبيه وكذا، هذا ما في مكان للمسيحي. انا خبرتني جه شخص من القاده بالمعارضه، ما هي تهجروا 130 الف، كل الضيع حول حمص من القصير ربلي البميني والى اخره، القصير راحوا كلياتهم بعد فينا نقول جلجله طويله، تكسرت الكنايس، وكان هونيك بالقصير فينا نحكي عن اضطهاد ممنهج ضد المسيحي يلي الشرق ما كان الغرب ما كان يقبل. من بعد دخول الجيش اليوم على القصير، اليوم هلانين القصير مدينه مجروحه، وين بدهم يرجعوا؟ بده يكون في مكان ناطرين لحتى يقدروا يرجعوا. باختصار الشام ودرعا، الشام ودرعا، الشام جرمانة والاماكن مثل اماكن المسيحيه الاثريه مثل باب توما مثل باب شرقي، كل يوم مثل المالكي مثل القصير، كل يوم في قنابل عم تنزل عليهم، هواوي جرمانة خايفين بين بين ليلة وضحاها يجتاحوها، دكور تنزل هالقنية على درعا، عندك بلدات مثل شقرة راحت كلياتها، ما هيك شقرة دار الجيش اللي طيرها لأنه هي مكان استراتيجي وإسكلاقها بيتعرضوا للخطر، وبدرعا اكيد في خطوره كثير كبيره لانه كل شيء في فصايل عم تفوت من الاردن بيمرقوا بدرعا، شغله خطره. من ثاني ميلي على بجبل دروز في امان اكثر، ولكن على المحاور على الحدود يعني التماس، خطوط التماس دائما في خطف ودائما في يعني خطر محدق. بعد عندي سؤالين، جان عزيز بيكتب بالاخبار غريب منطق التاريخ ومفارقته، هو علمنا ان حتى هتلر كان له يهوده، لكن التاريخ الاكثر سوادا نفسه لم يكن يتوقع ان يكون لداعش ونصرتها مسيحيون ووقحون ايضا. شغله خطيره شو جدا. شو بتقولي اليوم لكل مسيحي بيدعم داعش بطريقه مباشره او غير مباشره؟ انا عرفت انه بامريكا في مسيحيين بيسموا حالهم مسيحيو سوريا، بيبعتوا مصاري لجبهة النصرة ولا داعش ولا بعض القادة اللبنانيين اللي معهم. يعني أنا بتأسف، معلي بدنا نعرف إنه ليه، إذا أنتوا عندكم مثلا مصلحة، إذا هالمصلحة بدها تقتضي الأرض الممسوحة ما هيك وتقتلوا أهلكم، أنا بحط بشك بهذه المصلحة. ما في حضرتك لبنانية حتى العالم أكيد. أنا لبنانية، الوالد من فلسطين من الناصرة، ولكن عشت هون وامي لبنانية. لكن يلي بدي اقول انه الهدف ما بيبرر الوسيلة. الاصطفاف السياسي ما خصه بسوريا، لانه بسوريا في قضية انسانية خرجت عن طور الصراع أكيد. في قضية حضارية وفي قضية تراثية، في قضية ذاكرة، يلي بيتخطى هذه الخطوط معناته ما عنده ضمير. اخر كلمه بدي اقولها، حضرتك اكيد يعني بالنهايه راهبه ما رح تدعي للعنف، ولكن اذا خير المسيحيون اليوم بسوريا بين الهجره والقتال شو بتقولي لهم؟ ابدا ابدا ابدا، هيدا خيار غلط. وانا اذا ما عنده غير حد، لا 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 لا، يعني المطران لؤي الخوري بيقول انه بيقول فليحملوا السلاح اذا بده. ابدا ابدا ابدا، انه يحملوا لا يدخلوا. طب المسيحيين بلبنان حملوا السلاح للدفاع عن نفسهم، غير شيء هون كان في اسيد حرب، بعدين لوين وصلنا؟ يعني لوين وصلنا؟ خسرنا كل امتيازاتنا، بالعكس حطونا بهذا العيار. لا يعملوا لنا لا اشطر لا لا، انا المسيحي قبل كل شيء لازم يوحد مواقفه، وعيب على كل مسيحي ما يساعد خيه حضاريا وانسانيا مثل ما قلت لك وتراثيا، ما خص السياسي، السياسه بتقتل. ثانيا العنف بيقتل وبيرتد على يلي في دولة بدها تحافظ، في جيش سوري حر بده يحافظ. انا امبارح عملت تحدي لجيش سوري حر، قلت له ليش في 1500 ضابط عندك بلا شغله بلا عامله ناطرين يعني حدا يدفع لهم؟ يتفضلوا يعملوا نشاط، لا يعملوا نشاط يحافظوا. قلت له خليهم يعملوا نوع من تنسيق تنظيم للخراب، تعا نظم الخراب خي، انت عندك عالم بحاجه حدا يحميها. هلا دي بكل المناطق يلي بنسميها المناطق المحرره، اللي هن بيسموها المناطق المحرره، شو في؟ ما بقى في محاكم، ما بقى في شرطه، ما بقى في امن، شو في؟ فوضى. في فوضى. ايه، وفي محاكم شرعيه، مين بيحكم؟ مين القاضي الشرعي؟
هونيك شخص بركي كان ميكانيسيان مش حتى مش دارس الشريعة. آخر كلمة قبل ما ناخد بريك، شو بتقولي مير لدول الخليج؟ أنا بقول إنه متأسفة إنه المال يلي أخدوه وكدسوه على مدى عشرات السنين يستعملوه لحتى يسفكوا هالدم البريء تحت أي مسمى. يعني بشو المال تبعهم عمل يلي عمله بسوريا بده يرتد عليهم، وأنا هوني ما عم بعمل اتهام وما عم خون، ولكن هيدا مجرى التاريخ. انت خنت أبرياء، ما عم بحكي أنا سياسي، عم بحكي إنسانية. انت خنت أبرياء وسلمت أعناق أبرياء لقتل ممنهج ممول. ايه هيدا المال تبعك بده يرتد عليك هشيم نار. بتقول لكم يعني هذا مش لعيد الميلاد، مش بعيد الميلاد. مثل ما قلنا في العلا وعلى الارض السلام. لله انا بدي اشكرك، هذا كان مثل ما قلت للاسف الشديد حتى عيد الميلاد والاعياد اليوم بمنطقتنا فيها جانب سوداوي، حكينا عنه معك مال اجنس مريم الاسطريب رئيس الدير مار يعقوب بشو اسمه المنطقه جنب قاره للروم الكاثوليك ورئيسه الهيئه الدوليه للمصالحه بسوريا. انا بدي اشكرك على مساهمتك وبتمنى على امل انه على امل رجاء القيامه انه يضل عندكم مساحه بلكي السنه الجايه تكونوا عم تعدوا بظروف احسن بسوريا. بدي اقول لك شغله، رغم كل الدمار ورغم كل الاسى الايمان عم بيكبر بسوريا، وعندك مسيحيين وغير مسيحيين عم يتقدموا للقديسه. على امل انه نروح لجوانب مشرقه بالاعياد المقبله. بدي اخذ اول بريك بحلقه الليله ونرجع. الله معك.